فضيلة الشيخ، يقول السائل: نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي عدداً معيناً من الركعات في الرواتب لكل صلاة راتبة، فهل يجوز لي أن أزيد عن ذلك العدد؟ كان أصلي 6 ركعات أو 8 ركعات قبل الظهر مثلاً. إذا كنت ترى أن الراتبة 8 ركعات هذا ما يجوز، أما إذا صليت الراتبة وزدت عليها لا من باب أنه راتبة وإنما من باب أنه نفل مطلق فلا بأس. نعم.